هذه الأنباء التي تداولتها الآن فيما يخص المرضى بالصفراء أو ما يخص الصفراء، هذا الكلام حصل من حوالي أسبوعين تقريبا، وفعلا تداولت الأخبار لدينا من مصادرها أن هناك مرض الصفراء منتشر في مدينة درنة نتيجة التراكم الكنائس والقمامة وعدم النظافة في المدينة، ونتيجة الانهيار اللي سير في المباني والدمار الذي حل بالمدينة، ولا وجود لبرامج صحية وتوعوية لأهل المدينة، وهناك تعتيم كبير على هذا المرض فيما يخص وزارة الصحة هناك المتمثلة في الحكومة المؤقتة. فهناك تعميم كامل، تعميم على الأخبار التي تتكلم عن هذا المرض السائد هناك. ولكن عموما هذه الأيام تقريبا الأمور تحسنت بعض الشيء.